ولا يهمك حقد وغيرة وحسد كانت عند ذوي الأرحام، لكن أنت خلصت نفسك من أجل الملك العليم العلام. يا حبيبي، لابد أن احنا نفهم ونعي أن قاطع الرحم فعلا دعاء غير مقبول، دعاء غير مقبول. يعني احنا في الشهر الكريم سنقف بين الملك العظيم، سنقف بين يدي الملك العظيم في بيت من البيوت التي جعلها الله مكان للعبادة والطاعة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ندعوه والملك قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن حتى دايما ندعي ونحتسب الأمر لله، نقول كما يقول الصالحون: غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر، بندعو. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا في كربة مثلهم فارحم عبادا كلهم ذنوني، أي كسيدنا يونس عليه السلام. إيه رأيك؟ تبقى بتدعو الله وكل الناس تقبل إلا أنت؟ الكلام ده من عندي؟ مش من عندي، ده من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: قال رسول الله: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه، ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه أو يرفع عنه من السوء مثله، ولا يقبل الله دعاء قاطع الرحم، ولا يقبل الله دعاء قاطع الرحم. فيا قاطع الرحم، الرحم تستغيث، اسمع استغاثة الأرحام: لا تنزل الرحمة على مكان فيه قاطع للرحم، محروم من الرحمة. الكلام ده منين؟ فيما رواه البخاري: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، رواه البخاري في الأدب المفرد. بعض العلماء عزوا المسألة إلى المطر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قالوا وعزوا أن الرحمة هذه المطر يمنع، والنيل يقل، والفرات ما عادش فيه مية. ليه؟ لأن فيه ناس قطع الأرحام. لكن بعضهم أخذها على مطلقها: إن الرحمة لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم. يا حبيبي، تبقى مسألة خطيرة جدا. محروم من الرحمة قاطع الرحم كما جاء في البخاري، وجاء أيضا في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي، أن هناك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يجلس في مجلس، ثم أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال حين توقف عن الدعاء وقال: أناشدك بالله يا قاطع الرحم أن تكون من بيننا. لو فينا واحد قاطع رحم يمشي يا أخوان،
الدعاء ما بيستجابش، ولا بد أن أستجيب دعاء ونداء لأحد المسلمين يتصل بنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. والله وأنا أحبك في الله. وأتمنى من الله العلي العظيم أن يشفي شيخنا وحبيبنا محمد حسان والقائمين على قناة الرحمة، ربنا يأخذ يجعل كل ده في ميزان حسناتهم إن شاء الله. آمين يا رب. والله لي بنت مرض أخ بذيئة اللسان. نعم. ولكن أنا أكلمها، أكلم أخويا وولاد أخويا عادي. نعم. ولكن هي متجنبها من بذيئة اللسان. نعم. ولي السؤال الثاني، إن لي أخوة كتار وأنا قاعد في مكان عمل. نعم. مش قادر ألف عليهم كلهم لأن أبويا متزوج من 5. نعم. فأخلف منهم اللي خلفت وما خلفتش، فكتار يعني إن شاء الله. مع 4 الوقت بقى، منهم 5. يعني متزوج من 5 إزاي؟ أيوة، كل اللي تخلص ويجيب غيرها. طيب نعم. لكن بعدين هم لو يعني اخوات كتار فخلفتهم كثير، وانا اوصل رحم ازاي وانا باكل عيش انا وولادي. حاضر، بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك في عمرك. اتصل اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عمر فضل النبروي، معك يا شيخ ايمن. الصوت قد عرفته، ازيك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. طبعا انت تعرف ان احنا الحمد لله نحب صله الرحم. نعم. ومن ضمن صلة الرحم الآن إنك رابط يدك، فلماذا يدك مربوطة؟ والله أنت فكرتني، أنا كنت نسيت. ربنا يبارك في عمرك. فكرتني والله العظيم، لأن أنا انشغلت عليك قوي 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 دلوقتي والله. شيء بسيط إن شاء الله بإذن الله. ألف ألف سلامة وشفاك الله وعفاك. أكلمك بعد الحلقة إن شاء الله. شفاك الله وعفاك يا رب. آمين يا رب، ربنا يحفظك، ربنا يرفع قدرك. السلام. نحبك يا شيخ عمر والله. اتصل آخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. الشيخ أيمن. أيوة تفضل. عايزين احنا عايزين اقترحوا إبلة في النسوة، في ناس كتيرة زعلانة مع بعضيها، ولها تالت رمضان هي قطع الرحم. فأنا بقى واحدة من العيلة، بنت أخته صغيرة، فطبعاً قاعدة في مصر بقى، وأنا عايزاهم كده يتصالحوا مع بعضهم السنة دي يا رب. ما حدش بدنا نتوقف، بس في كوريا كده صلحين. يسمع منك الله سبحانه وتعالى ويهدي قلوبهم يا رب. ما عايز حد يزورهم عشان بطلت رمضان هي، وكانوا كده يتصالحوا مع بعض. إن شاء الله ربنا يكرمهم. الشنطور، قرية الشنطور. يا رب إن شاء الله يهدي قلوبهم يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.